قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلق وفتق الأسماع وشق الحدق. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله افتتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله افتتح خلقه بالحمد فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وافتتح التنزيل بالحمد فقال الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان. ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية. جمعت فرقتنا وبسطت رزقنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كله لا إله إلا أنت. لك الحمد على تمام شهرنا يسرت لنا صيامه وقيامه فتقبله منا. لك الحمد ربنا على كل نعمة أنعمت بها علينا. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا وذرياتنا وأزواجنا من حفظة كتابك الكريم العاملين به يا رب العالمين، واجعله شاهدا لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. اللهم تول أمرنا وأصلح شأننا واغفر ذنبنا ويسر أمرنا واختم بالصالحات آجالنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا تائبًا إلا قبلته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا ولدًا إلا أصلحته، ولا أيمًا إلا زوجته، ولا أيمًا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وعافية. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأمة الإسلام ترفل بثوب العزة والكرامة والتمكين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا، واحفظ علينا أمننا واستقرارنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها واتمها علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، انصر به دينك وأعلي به كلمتك، واجعلنا وإياه وولي عهده من عبادك وأوليائك المقربين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم سدد رميهم وأطعم جائعهم،
اللهم اقبل مريم، اللهم اقبل موتاهم واشف مرضاهم وفك أسراهم، اللهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل، اللهم طهر الأسجد الأقصى من براثن اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود، وارزقنا فيه صلاة طيبة يا سميع الدعاء. اللهم اطفئ الفتنة في بلاد السودان وفي كل بلد من بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارزقهم قائدا ربانيا ينقاد إلى الله ويقودهم ويسمع كلام الله ويسمعهم. اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وعملا صالحا مقبولا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلح بها شأننا وتغفر بها ذنبنا وتحسن بها خاتمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض ومهموم يا سميع الدعاء، تعلم مرضه وحزنه فاشفه بما شئت. اللهم أنزل عليهم شفاء من عندك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إن منا من آذاه المرض والوسواس، اللهم ارفع عنهم يا سميع الدعاء. اللهم عليك بالحمد، اللهم عليك بالسحرة والمفسدين، وعليك بالحاسدين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك وأوليائك المقربين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاجعلنا فيها من المقبولين، وإن كانت ماضية فلا تجعلنا من المحرومين. تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا، واجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة ممن يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم، فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا واحد يا أحد يا صمد يا صمد، يا عزيز يا جبار، يا خافض يا رافع، يا قابض يا باسط، يا معطي يا مانع، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرض ولا جبل ما في قعره ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، يا من يعلم مكاننا، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى،
ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح يا عظيم المن، يا كريم الصفح يا عظيم المن، يا ربنا يا ربنا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا، نسألك يا الله، نسألك أن تجعلنا ممن يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار، واجعلنا ممن ينادى يوم القيامة ادخلوها بسلام آمنين. اللهم اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا ومن له حق علينا، اجعلنا ممن يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واجعلنا جميعا في الجنات. اللهم اجعل في ذرياتنا البركة يا سميع الدعاء. اللهم اجعلهم صالحين مصلحين طيبين يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك أبناءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلهم قرة أعين لوالديهم يا سميع الدعاء. إلهنا ومولانا، نسألك أن تستجيب دعاءنا، قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، فهذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم على نبينا محمد وعلى المهاجرين والأنصار.